عالية الطباع. والآن سمو الأمير حسن وسمو الأميرة ثروت. يرافقهم سمو الأمير راشد وسمو الأميرة زينة راشد. إذن الآن يقف جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله لاستقبال المدعوين لحفل كتاب سمو الأميرة إيمان. من بيت الأردن مباشرة كما نرى على الشاشة وصول المدعوين. إذن سمو الأميرة سارة الفيصل وسمو الأمير حسين ميرزا والأميرة لما. المشاهد الآن مباشرة من بيت الأردن، وفي الاستقبال جلالة الملك عبد الله الثاني من الحسين وجلالة الملكة رانيا العبد الله. إذن جلالة الملك يستقبل سمو الأمير حسن، وها هي جلالة الملكة أيضا إلى جانبهم. يمكن ساشا خلال الفترة الماضية شفنا العلاقة الحميمة بين سمو الأمير حسن وجلالة الملك وسمو ولي العهد، والفرحة يعني واضحة على الجميع. الأميرة زينة والأمير راشد بن الحسن. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان. إذن لكل اللي انضم لنا الآن، إحنا معكم ببث حي ومباشر واستقبال الضيوف لزفاف سمو الأميرة إيمان. أنتم معنا ببرنامج خاص عبر شاشة الوطن، شاشة التلفزيون الأردني، وزي ما إحنا عم نشوف وصول الضيوف أولاً بأول إلى بيت الأردن. إذن الآن وصول سمو الأميرة منى الحسين، جدة سمو الأميرة إيمان، وترافقها سمو الأميرة زين بنت الحسين عمة سمو الأميرة إيمان. نعم، وبالخلف نرى سمو الأمير هاشم بن الحسين وسمو الأميرة عائشة بنت الحسين. فرحة واضحة على وجوه الجميع. ومثل ما قلنا قبل قليل، سمو الأميرة هاشم، سمو الأميرة منى، وترافقها ابنتها سمو الأميرة زين بنت الحسين. إذن سمو الأميرة عائشة أيضا، عائشة بنت الحسين. سمو الأميرة بسمة عمة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. إذن تظهر الآن سمو الأميرة تغريد محمد، وبعدها سمو الأميرة رحمة بنت الحسن. وزوجها معالي علاء بطاين. إذن يمكن هاي المرة الأولى اللي إحنا بنشاهد لقطات من بيت الأردن، والواضح السعادة والفرح على الجميع. ألف مبروك.
وجلالة الملك يستقبل الزوار وأيضا جلالة الملكة رانيا العبد الله وضيوف على وصول. يعني ساشا هو العرس للمقربين كما نرى، يعني الآن عم نتابع بعض من الضيوف للفرح، بعض المدعوين. والآن نرى سمو الأمير علي بن الحسين ترافقه ابنته جليلة، وسمو الأميرة ريم علي و عبد الله، سمو الأمير عبد الله بن علي. ما شاء الله، زي ما بنحكي بالعامية العيال كبرت. ما شاء الله، يمكن عم نشوف كمان ساشا الشجر حواليهم ومزهر ومورد، فصل الربيع واضح ايضا بالاجواء. إذن هذا هو إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة. وهو يعني من سيتكفل بكتب الكتاب. إذن المشاهد مباشرة من بيت الأردن، ومازال بعض المدعوين على وصول لحضور مراسم كتب الكتاب مباشرة من بيت الأردن. إذا نرى السيدة انتصار السيسي زوجة أو عقيلة رئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يعني عم نشوف مدعوين رسميين خارج الأردن، ولكن هي مقتصرة بشكل يعني على الأقارب والأصدقاء المقربين. وهي مشاهد من القاعة، مكان المراسم ما رح يتم، مراسم كتب الكتاب. وزي ما كنا عم نحكي بالبداية، جلالة الملكة رانيا العبد الله نشرت إنه هذا من تصميم أردني لشركة أردنية ولمصمم أردني. صحيح. ما شاء الله، يعني عم نشوف المدعوين كل عم بيسلم على بعض، زي ما كنا عم نحكي بالبداية إنه هي للمقربين. فساشا زي ما عم نشوف حتى يعني المكان جميل جدا. طبعا الشركة اسمها A Degrees هي من قامت بالتصميم. الآن عم نشوف خطيبة سمو ولي العهد سمو الأمير حسين رجوة، الآنسة رجوة، وبجانبها كل من سمو الأمير هاشم وسمو الأميرة سلمى على ما أعتقد. أنا مش شايفة هلا بس نرجع. ما زلنا نستقبل الضيوف، والضيوف على وصول ساشا على ما أعتقد الأميرة سمية. نعم، سمو الأميرة سمية بنت الحسن. ويعني يمكن كان في تساؤلات عديدة عن مكان الزفاف، وإحنا عم نرجع نحكي لكم أنه ببيت الأردن، المنزل الخاص لجلالة الملك عبد الله الثاني من الحسين. نعم، مثل ما حكينا قبل شوي، سمو الأميرة سمية يرافقها أبنائها.
إذا نرى الآن سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن أحمد الخليفة رئيس ديوان ولي سمو ولي العهد. وطبعا سمو الشيخ عيسى بن سلمان هو الابن البكر للأمير سليمان ولي عهد مملكة البحرين. والآن سمو الأميرة غيداء وسمو الأمير طلال بن محمد وسمو الأميرة فريال وسمو الأمير غازي بن محمد وسمو الأميرة مريم غازي. يعني ما زال الضيوف على وصول والحاضرين على وصول، وزي ما كنا عم نحكي ساشا المدعوين أيضا هو عدد محدود. إذن الأميرة فريال هي والدة الأمير طلال والأمير غازي. والآن سعادة الشيخة أمثال الأحمد الصباح وسعادة الشيخة عالية الجابر الصباح. يعني ساشا زي ما حكينا أغلبية المدعوين هم من الأقرباء والأصدقاء المقربين، والتمثيل الدولي هو يعني محصور على عدد قليل أيضا من الآن. نرى الآن عائلة السيد جميل تريميوتس، والده السيد ألكسندر تريميوتس ووالدته السيدة كارينا تريميوتس وجدته السيدة كارمن هرنانديز وشقيقته أليكسا تريميوتس وشقيقه أليخاندرو تريميوتس. طبعا الجدير بالذكر ساشا انه هاي زيارة العائلة الأولى إلى الأردن، وإن شاء الله رح يكونوا بجولة بالعقبة بالبحر الميت بأماكن سياحية عديدة ليلقوا النظر على كل هاي الأماكن. إذا نرى سمو الأمير فيصل وسمو الأميرة زينة الفيصل. سمو الأمير فيصل وسمو الأميرة زينة الفيصل، ومثل ما كنا عم نحكي سعادة الشيخة أمثال أحمد الصباح وسعادة الشيخة عالية الجابر الصباح. طبعاً ما زلنا مستمرين معكم بتغطية زفاف سمو الأميرة إيمان ببرنامج خاص عبر شاشة التلفزيون الأردني، ونحن نتابع وصول المدعوين لحفل الزفاف. وفي الاستقبال هم جلالة الملك وجلالة الملكة، يعني واضح عليهم الفرحة والسعادة. الله يطول بعمر سيدنا وجلالة الملكة سمو الأمير فيصل وسمو الأميرة زينة الفيصل. ما أجمل الفرح، دائما له مذاق خاص على طول. وإحنا يعني بعد دقائق قليلة ساشا رح نكون مع مراسم كتب الكتاب، ورح نشوف بالتفصيل أكيد. يمكن إمام الحضرة الهاشمية دكتور أحمد خلايلة وصل قبل قليل ورح نشوف هاي المراسم. فحتى عائلة العريس عائلة سيد جميل تريميوتس وصلوا قبل قليل، فيعني على ما أعتقد اكتمل العدد واكتمل الحضور. وإحنا هيك بعد دقائق قليلة رح يبلش مراسم كتب الكتاب. زي ما كنا عم نحكي سيدة انتصار السيسي بالأمام وعائلة جميل، وزي ما كنا عم نحكي لكم اللي صمموا الترتيبات هم
إذن الآن وصول العريس السيد جميل ترميوتس. والله مبسوط العريس كمان. طبعا يعني زي ما كنا عم نحكي ساشا، اكتمل العدد تقريبا، والفرحة والسرور هي من أكثر الكلمات اللي بنقدر نوصفها بالوضع الحالي. ونعم نحن نرى العريس عم يتجه لمكانه، مكان قيام مراسم الزفاف وكتب الكتاب. نعم نشاهد الآن سمو الأميرة سلمى بنت عبد الله شقيقة سمو الأميرة إيمان، وسمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني شقيق سمو الأميرة إيمان، والآنسة رجوة آل سيف خطيبة سمو الأمير الحسين بن عبد الله. وطبعا اللي زفافهم على الأبواب بواحد ستة أيضا، وهم من أول الحاضرين. ويمكن كان في تساؤلات عديدة على سمو الأميرة سلمى، ليش ما كانت موجودة بالحنة، وإحنا قلنا أنها رح تكون موجودة بحفل الزفاف، وها نحن نراها اليوم. فنتمنى لها التوفيق بامتحاناتها لو كان عندها امتحان. إذا وصول جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله إلى القاعة لبدء المراسم. إحنا بانتظار العروس. ويمكن كمان هيك التساؤلات، كيف رح يكون شكلها، كيف رح يكون فستانها، كيف كل هاي التفاصيل. دائما بنكون متشوقين لرؤية العروس، والآن إحنا بانتظار وصول العروس وسمو الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني. صراحة لحظات تاريخية نشاهدها عبر شاشة التلفزيون الأردني، ويمكن يعني نشعر بهذه اللحظات السعيدة، اللحظات التاريخية اللي ممكن نقول إنها راح تحفر بذاكرتنا طول الحياة. شيك ساشا؟ صحيح رندا، هاي أول مرة منتابع فيها مراسم كتب كتاب لسمو أميرة عبر شاشة تلفزيون. إذا كنا عم نحكي بالتفاصيل، نرى جلالة الملكة رانيا العبد الله، وبجانبها الآنسة رجوة بن آل سيف وسمو الأمير هاشم. يعني يمكن جلالة الملكة رانيا وصفت شعورها بأيام الحنة بالتوتر بالخوف بالقلق والسعادة بنفس الوقت. أظني إحنا حاسين بنفس، لا في راحة، في راحة بنفس الوقت هيك بتحسي في، يعني الله يكون بعون الأم دايما، بتكون قديش طبعاً مبسوطة. بس ما إحنا شفنا علاقة كمان سمو الأميرة إيمان بجلالة الملكة، ويمكن بنحس هذا الشعور واضح أمامنا. صحيح. الآن نرى سمو الأميرة منى والدة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وهي جدة سمو الأميرة إيمان. إذن إحنا بانتظار وصول سمو الأميرة إيمان، نرى سمو الأميرة غيدة والأمير طلال. يعني يمكن المعازيم حكينا عنهم بشكل مفصل، وزي ما حكينا ساشا يعني هو عدد محدود من الحضور لمراسم كتب الكتاب. هي الغرفة كأنها غرفة زجاجية ومزينة بالورود، وحفل بسيط جدا، ويعني زي ما بنحكيها بالعامية مكنكن، عرس عائلي، حفل زفاف عائلي مقتصر على عدد محدود من الأقارب. نعم، إذا احنا بانتظار سمو الأميرة إيمان. الآن نرى العريس السيد جميل ترميوتس، واللهفة واضحة على وجه جلالة الملكة رانيا، توتر وقلق ومحبة، ومش سهل قد ما نكون احنا سعيدين وفرحانين. حتى جلالة الملك شوفي ابتسامته، لكن ايضا يعني هي مشاعر مختلطة. اذا سمو الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني يرافقها سمو ولي العهد. أشعر بدني كملي. إذا بسم الله ما شاء الله، جنن، فستان بسيط والطرحة، ويرافقها سمو الأمير حسين. هاي اللحظات يعني أخوها كمان عم بيطلعها من البيت، مشاعر هيك دايما في القلب، ما أحلاها ما شاء الله.
يعني سمو الأميرة إيمان تميزت ببساطتها، ومع البساطة بنشوف درجة كبيرة من الرقي والتميز. أميرة، إذن وصول سمو الأميرة إيمان وسمو الأمير حسين بن عبد الله الثاني أخوها، رح نتابع الآن مراسم كتب الكتاب. جلالة الملك دائما عودنا بالمشاعر ودائما تظهر على وجهه، وهذا اللي عم نشوفه في الوقت الحالي. إذا رح نتابع الآن مراسم كتب الكتاب لسمو الأميرة إيمان من السيد جميل فريميوتس. السلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى أهل بيته الطاهرين وأصحابه أجمعين. وبعد، فسبحان من أوجد الكون وأوسعه وخلق الإنسان وأبدعه وسن الزواج وشرعه وجعل منه نسبا وصهرا ومنه وفيه طمأنينة وسكنا. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والزواج سنة الأنبياء الكرام جميعاً، وقد حث النبي على الزواج ورغب به في أحاديث كثيرة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. فالزواج طاعة لله ولرسوله، وهو فضيلة ومكرمة وعفة وطهارة، ومنه تكون الأسرة الصالحة، وفيه السكينة والراحة. سيدي جلالة الملك المعظم عميد آل البيت الأطهار، جلالة الملكة المعظمة، سمو ولي العهد المعظم، أصحاب السمو الأمراء، أيها الحفل الكريم، نجتمع اليوم وعلى بركة الله تعالى في هذا المساء البهي لنشهد فرحة سيد البلاد المفدى والأسرة الهاشمية الكريمة والعشيرة الأردنية الواحدة والذوات الحاضرين جميعا بصاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان ابنة عبد الله الثاني المعظمة غالية أبي الحسين ومهجة فؤاده وزهرة بيته وريحانة أم الحسين وقرة عين أخيها الحسين كريمة البيت الهاشمي وابنة الأردن الأغلى، لتزف عروسا لمن اختاره قلبها ولمن خطب ودها ليسعد بها. والله أسأل أن يبارك لهما وأن يحفظهما وأن يملأ حياتهما بالسعادة والسكينة والمودة والرحمة والألفة. وأستأذنكم سيدي جلالة الملك لنبدأ بمراسم عقد الزواج الميمون. إذن لكل اللي انضم لنا الآن، نحن عم نتابع مراسم كتب كتاب سمو الأميرة إيمان على السيد جميل تريميوتس. إذن بنتابع مراسم كتب الكتاب من بيت الأردن، وهو المنزل الخاص لجلالة الملك عبد الله الثاني وأسرته. نعم، ويمكن عم نشوف مشاعر مختلطة عند الجميع، يعني زي ما كنا عم نحكي جلالة الملك ابتسامة ودائما الدمعة بهاي المواقف بعين الأب، وأيضا جلالة الملك رانيا، يعني هم أول بنت بالعيلة بتتزوج، ويعني شوفي بين السعادة وطبعا الآن سرج وكمان بجانب سمو ولي العهد سمو الأمير حسين. بس يعني
كلام الشيخ كان يمكن أكثر من رائع، وكلام أثر بنا جميعا يعني من القلب. شيك ساشا، إذن الآن تفضل جلالة الملك للتوقيع كولي أمر لسمو الأميرة إيمان. والآن أيضا الشيخ إمام الحضرة الهاشمية يعطي الورق لسمو الأميرة إيمان للتوقيع، والآن لزوجها أيضا. لحظات يعني صراحة ساشا، إحنا ببيوت أصدقائنا القريبين جدا هم اللي بيشاركوا بهذه اللحظات كتب الكتاب. إحنا اليوم عم نشارك أميرتنا سمو الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني لحظات حميمة، وإحنا عم نشوف قديش الاحتفال حميم وبسيط وعائلي وهيك بين أفراد الأسرة، وإحنا يمكن مثل ما عودنا الهاشميين دائما إحنا أسرة واحدة ويد واحدة. يعني جلالة الملك رانيا الدموع في عينيها زي ما عم نشوف كمان، وجلالة الملك أيضا. نعم، والآن سيد جميل يوقع. وهي هاي آخر اللحظات لكتب الكتاب، مراسم كتب الكتاب لزفاف سمو الأميرة إيمان. ويعني مراسم ومجريات كتب الكتاب من بيت الأردن، وهو المنزل الخاص لجلالة الملك عبد الله الثاني زي ما كنا عم نحكي، و بحضور جلالة الملك والملكة وأفراد من العائلة. إذن الآن توقيع الشهود سمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد، شقيق سمو الأميرة إيمان، وأيضا توقيع سمو الأمير هاشم بن عبد الله وهو أيضا شقيق سمو الأميرة إيمان. من هم الشهود؟ إخوانها الأمير حسين والأمير هاشم بن عبد الله الثاني. هذه هي مراسم كتب الكتاب. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما بخير ببركة سورة الفاتحة. مبارك سيدي، مبارك سمو الأميرة. إذن نبارك لجلالة الملك عبد الله الثاني ولجلالة الملكة رانيا وللأسرة الهاشمية وللأميرة إيمان. نشاهد تبديل الخواتم، عم نسمع صوت الزغاريد وال إذن لحظات مؤثرة، مباركة الأم والأب والأشقاء لسمو الأميرة إيمان. ألف مبروك لسمو الأميرة إيمان والسيد جميل. والآن عم نشوف العرسان يصافحوا العائلة وبيسلموا على الحضور أكيد، وهذا والد سيد جميل ووالدته.
نشاهد جلالة الملك بالخلف أيضا متأثر جدا، سمو الأمير حسن والأميرة ثروت. وجدتها سمو الأميرة منى الحسين. يعني يمكن زي ما كنا عم نحكي إنه الحضور مقتصر على العائلة، والمكان مزين بطريقة أكثر من رائعة، مناسبة لفصل الربيع والسعادة والفرح، ونتمنى لهم كل السعادة أكيد. لحظات بعد الزواج وما زلنا نرى الآن العروس والعريس يغادرون القاعة. قاعة بسيطة ساشا، وبس تزيينها أكثر من رائع، ويعني مقتصرة على المقربين جدا، وعم نشوف كمان أيضا غروب الشمس بالمراسم. إذا نرحب فيكم جميعا، تابعنا مراسم كتب الكتاب ومراسم زفاف سمو الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني على السيد جميل ثرميوتس. يعني لحظات مؤثرة جدا ساشا، ويعني يمكن هيك مميز جدا إنه إحنا نحضر مراسم كتب الكتاب. صحيح رندا، بما أنه عم نحتفل اليوم بعروستنا سمو الأميرة إيمان بعادات وتقاليد أردنية ما زلنا متمسكين فيها، وهي ليلة الحنة للعروس، حنة العروس يلي بتعجنها أم العروس. صح. وجداتها وخالاتها وعماتها والمقربين، وبتكون رندا على طبق تحفة وورد، وبتم رسم أشكال على أيادي المعازيم تعبيراً عن الفرح. صحيح، احنا عم نشوف الان بهذا الفيديو ساشا مثل سوق شعبي، هذه طبعا اللقطات تعرض لاول مره من حنة سمو الأميرة إيمان، ويمكن ما ميز مراسم الحنة ويوم الحنة هو وجود سيدات من شمال المملكة لجنوبها، وشفنا وجود جلالة الملكة والأميرات وسيدات، وزي ما عم نشوف هون مجموعة من العطور، مجموعة من البهارات اللي عم بتكون مزينة بالسوق. هاي طبعا لقطات عم نشوفها أول مرة من حفل الحنة لسمو الأميرة إيمان. طبعا لما احنا نحكي ايضا عن الحنة، الرسم على الايدين هو كل سيدة بتختار رسمة معينة تعبر عن فرحها وسعادتها بوجودها بالحفلة ساشا. صحيح رندا، يعني مثل ما قلتي اللي ميز حنة سمو الأميرة إيمان طبيعة المعازيم وأهمية حضور سيدات من مختلف مناطق المملكة، من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، كلهم يجوا يلبوا دعوة جلالة الملكة لحتى يشاركوها فرحتها بابنتها سمو الأميرة إيمان. أكيد، وعم نشوف الآن كمان كان فرقة ناي تعزف بحنة سمو الأميرة إيمان، وأيضا هي فرقة أردنية، وصبية أيضا اللي عم نشاهدها اللي عم ترسم هذه الرسمات المميزة لكافة السيدات. كل سيدة بتختار الرسمة اللي بتشبهها واللي بتحس إنها بتمثلها. مثل ما عم نشوف رندا، يعني سيدات من مختلف أطياف المجتمع الأردني لبوا دعوة جلالة الملكة، مثل ما عم نشوف هلأ عم برسموا حنة من حنة العروس يلي بتعجنها أم العروس وجداتها وخالاتها. إذن الآن رح نرجع مرة أخرى، بنرجع للقصر والزفة. الزفة وزفتنا الأردنية مميزة جداً، وطبعاً هي زفة من
هلا بدنا نحكي اكثر عن ما نشاهده بمراسم صفين الرماح ساشا اللي بتكون موجوده اكيد بالافراح. تستخدم رندا هاي المراسم من قبل مجموعه حرس الشرف الملكي، وبتستخدم في استقبال ضيوف جلاله الملك عند زياره المملكه، وايضا تستخدم هاي المراسم ثلاثه اعلام بشكل مثلث في اعلى الرمح، وهي علم المملكه الاردنيه الهاشميه وعلم قياده الحرس الملكي وعلم مجموعه حرس الشرف. طبعا نشاهد الان فرقه معان للفلكلور الشعبي لوزاره الثقافه الاردنيه، يعني تحيه طبعا لفرقه معان المميزين جدا، طاقه ابداعيه وتعبيريه في اعراض او في عرض الوان السامر الاردني البدوي، الجوفيات المعانيه التسعاويه، زفت العريس والسحجه، واحنا عم نشوف قديش الفرقه مميزه. خلينا نسمع صوت الزفت. إذن ألف مبروك للعروسين ولجلالة الملك والملكة بمناسبة زفاف سمو الأميرة إيمان، متمنين لها السعادة والهناء. طبعا ألف مبروك، ويعني لحظات سعيدة جدا ولحظات يمكن ستبقى للأبد في راسخة في قلوبنا وعقولنا، فإن شاء الله دائما السعادة والفرح ببيوت الهاشمين وبيوتنا جميعا، فرحتكم هي فرحتنا وسعادتكم هي سعادتنا. شكرا لكم لمشاركتكم لنا هذه اللحظات السعيدة، كنا معكم بتغطية مباشرة لزفاف سمو الأميرة إيمان. ألف مبروك وإن شاء الله دائما.